طبعا انا مهنتي كانت اللحام، وتعلمتها عن طريق الوالد الله يرحمه حج مرهون بسلمان، وكان اكثر شيء شغلنا في البيت نسوي اشغال وبعدين نثبتها يا سمر في البيوت يا في المصانع، يعني شغلات الخفيفة ما الشغلات الثقيلة هي صوب المقاولين. كان أكثر شيء شغلاتنا مثل تركيب مظلات، عمل أبواب، وهذا شغلة زعمل يعني فيها كان مدخول حق سمر العائلة، تساعد يعني ساعدنا في المعيشة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.